أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة استئناف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لوساطته في القضية اليمنية بعد شهرين من القطيعة نتيجة اعتراض الحكومة على أدائه. قال مصدر أممي أن جريفيث استأنف لقاءاته مع قيادة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض بعد نحو شهرين من القطيعة، وبحسب مصادر حكومية فإن قيادة الشرعية منحت جريفيث فرصة أخرى لاستكمال مساعيه بعد الحصول على تأكيد أممي بالتزامه بالمرجعيات الثلاث. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل سويت الخلافات بين الشرعية وجريفيث؟ وهل سيعود المبعوث الأممي بذات آلية العمل السابقة أم أنه سيغير من رؤيته للأطراف اليمنية؟ مارتن غريفتس في الرياض مجددا بعد شهرين من التوتر في العلاقة مع الحكومة الشرعية. في غياب الرئيس هادي الموجود حاليا في الولايات المتحدة، سيسعى المبعوث الأممي إلى اليمن إلى ترميم العلاقة التي تضررت كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب ما تعتقد الحكومة الشرعية أنه تماهل للمبعوث الأممي مع المسرحيات الحوثية التي تجري في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة. على وقع التطورات المثيرة للقلق في محافظة الحديدة، يجدد المبعوث الأممي خلال لقائه نائب الرئيس علي محسن صالح ونائب وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي مساعيه للدفع بالجمود الراهن حاليا في مسار اتفاق الحديدة، في وقت تتجدد فيه الخروقات الخطيرة لوقف إطلاق النار الهش الساري في المدينة وموانئها الثلاث منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر الماضي. ووفقا لصحيفة سعودية، فإن المبعوث الأممي سيسعى من خلال لقاءاته في الرياض إلى تفادي انسحاب حكومي محتمل من اتفاق ستوكهولم بسبب استمرار الحوثيين في خرق الهدنة الأممية في مختلف جبهات الحديدة وتصعيدهم الأخير للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مطار أبها جنوب السعودية. وبعد أن أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي هي مفتاح الحل، باعتبار أن الحكومة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني، وذلك في أعقاب زيارة قامت بها وكيلته للشؤون السياسية روزماري دي كارلو إلى الرياض مؤخراً، سيحاول غريفيس طمأنة القيادة اليمنية وتأكيده للنزاهة الأممية في مساعيها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وبالأخص ما يتعلق منه بالتهدئة في الحديدة وإعادة الانتشار من المدينة وموانئها الثلاثة، إضافة إلى مناقشة جوانب الاتفاق الأخرى المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وفك الحصار عن مدينة تعز. أولويات المبعوث الأممي في أحدث جولة من المشاورات التي سيجريها مع الأطراف اليمنية موعودة بالصعوبة الجمة، خصوصاً أنها تنصب على مهام الأمن والإدارة في مرحلة ما بعد استكمال إعادة الانتشار في الحديدة والتصرف في إيرادات موانئها الثلاث، وهما النقطتان الشائكتان في اتفاق الحديدة. مهمة المبعوث الأممي تستأنف إذن على وقع علاقة مشوبة بالحذر مع الحكومة الشرعية وتحديات لا تزال تعترض تنفيذ اتفاق الحديدة، خصوصاً بعد اعتراف الجنرال مايكل لوليسغارد باستمرار التواجد الكبير للمظاهر العسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة، ما يضع المبعوث الأممي أمام اختبار الحيادية التي تعتقد الحكومة الشرعية أنها سقطت بعد أن شرعن غريفتس ما اعتبرته انسحاباً حوثياً صورياً من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. أبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي والكاتب عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. وأيضا أهلا بك أستاذ عبد الناصر. وأيضا سينضم إلينا من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبمشاهدينك الكرام. اهلا بك استاذ ابراهيم. نبدأ مع الاستاذ عبد الناصر اذا كان يسمعني. استاذ عبد الناصر تسمعني؟ اذا سنعاود التواصل بالاستاذ عبد الناصر، وابدأ بالسؤال الاول في هذه الحلقة مع الاستاذ ابراهيم القعطبي من نيويورك. بداية، ما الذي كنت تتوقعه من اعتراض الشرعية على أداء المبعوث الأممي، وما هي قراءتك لاستئناف مهمة جريفيث في اليمن؟ أنا في اعتقادي أن هناك تقاضي تام يعني بالنسبة للحكومة الشرعية من قبل المجتمع الدولي لعدة أسباب، ومن ضمنها أن الشرعية ليس لديها أي فريق دبلوماسي يتحرك بشكل كامل ومستقل عن التحالف الإماراتي السعودي، وأيضا
لا يوجد هناك أي ورقة ضغط بالنسبة للحكومة الشرعية على الأرض. كما نعرف أنه في المحافظة الشمالية هناك انقلاب حوثي انقلب على السلطة ويتحكم بكثير من المناطق الشمالية، وأيضا في المناطق الجنوبية هناك ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وميليشياته التي تقوض الحكومة الشرعية. فلذلك أنا في اعتقادي أن الحكومة لم يعد لها أي ورقة قوية كونها ليست موجودة على الأرض، ولذلك المبعوث الدولي والمجتمع الدولي سيتصرفون معها فقط بشكل صوري على أنها الحكومة الشرعية، لكن من حيث الواقع العالم كله يذهب بعيدا عن الشرعية، لأنه يدرك تماما أن الشرعية لا تتخذ، ليس لديها لا قرار لا سياسي ولا قرار عسكري، وهذا مشكلة كبيرة وزاوية وضعت الحكومة الشرعية نفسها بها. فأنا في اعتقادي أنه في الأيام القادمة تقول أن التعامل سيكون صوري مع قيادة الشرعية، لكن ماذا عن التصريحات التي جاءت من خلال مصادر أممية وتأكيدات على لسانهم بأن الحكومة الشرعية هي الممثل الوحيد للشعب اليمني ولا يجب تجاوزها وسيتم التعامل والتعاطي معها وفق القرارات الدولية والمرجعية المعترف بها أيضا؟ أنا في اعتقادي أن هذا فقط مجرد كلام إعلامي من أجل أن لا تسحب الحكومة الشرعية أمام العالم يعني فريقها من التفاوض، ولكي لا يصبح المندوب الدولي وحيدا مع الحوثيون. كما تعرف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي في اليمن ذهب لتوقيع صفقات مع الحوثيون بشكل منفرد من خلال تسليم ميناء الحديدة من الحوثيون إلى الحوثيون، وأيضا كما تعرف الصفقات المشبوهة بتسليم كثير من السيارات إلى ميليشيات الحوثي لنزع الألقام، وهم من يزرعون الألقام أنفسهم. فلذلك أنا في اعتقادي أنه ما يقال لوسائل الإعلام والتصريحات هي ليست الحقيقة وليست الواقع الذي ينفذ على الأرض. نحن ندرك تماما أنه هم يحاولون فقط احتواء الرئيس هادي وحكومته المتواجدة في المنفى، لكن ذلك لا يعني أنهم سيذهبون بعيدا بتطبيق أشياء أخرى على الأرض. كما نحن نعرف أن هناك قرار دولي يسمي الحوثيين على أنهم ميليشيات وأنهم مقوضين للأمن والسلم في اليمن ويجب عليهم تسليم السلاح واستعادة الشرعية وما إلى ذلك، لكنهم في نفس الوقت يتعاملون مع الحوثي وكأنه قوى سلمية شرعية على الأرض. يجب أن نفرق بهذه الأشياء، لكن نحن الآن نأخذ بما يصدر من تصريحات ومواقف وربما مصادر حكومية صرحت اليوم أيضا وقالت أن الشرعية هي من منحت الأمم المتحدة وغريفيث فرصة أخرى لاستكمال مساعيه بعد أن يعني أكد أنه ملتزم بالمرجعيات المتفق عليها. أنا في اعتقادي أنه يجب أن نبتعد أيضا عن هذا المسمى المرجعيات. كما تعرف الحوثيون دخلوا إلى صنعاء باسمها، الانقلاب حصل باسم تطبيق مخرجات الحوار الوطني وباسم السلم والشراكة. هذه المرجعيات أعتقد هي ما ورطت الشعب اليمني، هي ما أعطت المخلوع صالح الانقضاض على السلطة مرة أخرى وأعطت المجرمين الحصانة الذين أدخلوا اليمن في حرب. هذه المرجعيات هي التي دمرت وشردت الشعب اليمني. المرجعية الوحيدة هو العودة إلى الشعب اليمني في تحرير أرضه من هذه الميليشيات ومن الاحتلال الإماراتي السعودي الجديد. يجب على اليمنيين أن يتخذوا طريقا جديدا لتحرير أرضهم وسعادة الجمهورية. أما كل تلك الاتفاقيات ستذهب بعيدا. أي اتفاقيات موجودة أو سابقة أو مرجعية هي فقط لمجرد ذر الرماد على العيون ولا تخص الشعب اليمني ومستقبله وسعادة شرعيته ووطنه من كل تلك الميليشيات التي ترتكب الجرائم يوميا بحق الشعب اليمني. يجب أن نكون على مستوى الحدث. هناك حرب دمرت اليمنيين وشردتهم، وهناك مجاعة إنسانية وأمراض تأكل الشعب اليمني يوميا، ونحن دائما متمسكين بالمرجعيات ليس لها أساس على الواقع ولا تخدم الشعب اليمني ولن تخدم الشعب اليمني. فلذلك سأعدك أستاذ إبراهيم نشرك معنا بالنقاش أيضا من العاصمة الأردنية عمان عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الناصر أهلا بك لهذه الحلقة من زوايا الحدث، قراءتك لظروف استئناف مهمة غريفيث في اليمن بعد القطيعة التي حدثت ما بين المؤسسة أو المنظومة الأممية والحكومة الشرعية. مساء الخير أخ سامي، تحية لضيفك. العودة هو فقط
يريد المبعوث أن يفعل عمله، لأنه كما تعرف حدثت قطيعة، وهو كان الآن يحاول فقط قبل أن يودع ويخرج من المشهد اليمني يريد أن يجري مثل هذه اللقاءات. هي لقاءات ليس لها، لن تقدم ولن تؤخر، مثلها مثل اللقاءات السابقة. المبعوثين الأمميين يأتوا مجرد موظفين بيروقراطيين، بعضهم يبحث له عن مجد شخصي أو فقط يسير عمله اليومي من خلال هذه اللقاءات. لكن علينا أن ندرك أنه لا الأمم المتحدة ولا غيرها من سيجلب لنا السلام أو من سيستعيد لنا دولتنا. هؤلاء المبعوثين لسوء الحظ في الأول والأخير يأتوا ليديروا صراعات ويديروا أزمات وليس لحلها، لأنهم موضوعيا لا يمكن لهم أن يحلوا أي نزاع. النزاعات في الغالب تحل إما عن طريق تفاهمات سلمية إن كان هناك أرضية مشتركة للحوار بين أطراف الصراع، وهذا غير متوفر في اليمن حاليا. أطراف الصراع وتحديدا الحوثية هو طرف لا يمكن له أن يقبل بأن يكون جزء من عملية سياسية تشاركية. ومن ثم الحل الآخر هو الحسم العسكري، عادة مثل هكذا أوضاع، إما الحسم العسكري أو حروب طويلة المدى، حرب استنزاف كما هو حاصل الآن، حرب استنزاف طويلة المدى في هذه الدولة التعيسة التي أصبحت بهذا الشكل. طيب أستاذ عبد الناصر، أن تقلل من استئناف مهمة جريفيث وتقول ربما أنها شكليات ما قبل مغادرته لمنصبه، هل سيغادر هذا المنصب لأن هناك عليه اعتراض من قبل الشرعية أم لأنه المدة الزمنية المحددة له انتهت؟ لا، هو لأنه يعني عادة عندما يكون هناك اعتراض من أي طرف من أطراف النزاع ضد مبعوثين أمميين في العادة يتم سحبهم ولكن بهدوء، لا يتم الاستجابة لهذه الاعتراضات حتى لا أولا لتبعد عن نفسها الأمم المتحدة شبهة الانحياز، وأيضا لا تعطي فرصة لهذه الأطراف بأن تتحكم بمن يأتي مبعوث ومن ثم يكون لها حق الفيتو والاعتراض على عمله. لكن في نفس الوقت عندما تدرك بأن هناك أطراف شككوا في حيادية المبعوث الأممي يتم سحبه تدريجيا، بمعنى أن جريفيث سيبقى بضعة أشهر أخرى قبل أن يقدم استقالته، ويظهر الأمر وكأنه هو قدم استقالته، هو ليس مضوخا عند طلب الحكومة اليمنية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ليس لديه ما يعمله الآن، يعني بعد أن فشل في القضايا الصغيرة جدا، قضايا الأسرى، قضايا حتى تعز الذي وضع لها بند خاص، لم يتم حتى عقد اجتماع للجنة التي كان مقرر لها أن تجتمع أسابيع بعد إعلان السويد، ولكنه حتى لم يبذل جهد لعقد لجنة التهدئة أو لجنة لا أعرف بالضبط ماذا سميت. ولهذا الإخفاقات الكبيرة التي صاحبته وإخفاقه الرئيسي هو تضليله والمحاولة التضليل الذي كان يقوم بها للعالم، كان يعطي انطباعات بأن هناك إنجازات على الأرض ويحط لنفسه مهل زمنية بأنه سيحدث كذا وكذا، حتى أنه في واحدة من الإحاطات قال اليوم وغدا سيحدث انسحاب، وبالتالي هذا السلوك الذي لم يكن لا دبلوماسيا ولا حصيفا ولا يمت لمهنته بصلة، كان ينبغي عليها أن يكون واقعيا، ليس مطلوبا منه ولا من غيره أن يحل معجزة الصراع في اليمن، لكن الكذب وتضليل العالم بأن هناك إنجازات وآخرها ما قال أنه انسحابات حوثية من الموانئ، الحوثيين لم ينسحبوا من الموانئ، عدوا موضوعهم، هذا أمر. طيب أنقل هذه النقطة أستاذ عبد الناصر لإبراهيم القعطبي من نيويورك. أستاذ إبراهيم، إذن الأستاذ عبد الناصر يصف أداء وسلوك جريفيث ربما بأنه مضلل كان ربما للمجتمع الدولي في تعاطيه مع الأزمات وطريقة حله لهذه الأزمات، ما مصير ما تم التوافق عليه سابقا؟ ربما مثلا الفكرة الأكبر أو الأبرز هي انسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة والتي اعترضت عليها الحكومة الشرعية ووصفته ربما بالانسحاب الأحادي، هذه الاتفاقات وهذه الخطوات ما مصيرها؟ هل سيتم التراجع عنها بعد هذه العودة وإنهاء القطيعة ما بين جريفيث والحكومة؟
أعتقد بالنسبة لاتفاقية السويد، يعني كما تعرف هي ولدت ميتة، يعني لا يوجد أي اتفاق حقيقي ولا توقيعات على هذا الاتفاق، ولا يوجد أي يعني ضغط دولي أو حتى محلي من أجل تنفيذ تلك التفاهمات. المشكلة هنا أن الحكومة اليمنية تدخل في بعض التفاهمات وهي تدرك تماما أن الحوثيين لن يطبقون ذلك على الأرض، وأن المجتمع الدولي طالما وأن هناك ليس هناك أي ضمانات لن يطبق أي شيء. وهذه هي المشكلة التي ما زالت ما يسمى بالحكومة الشرعية تطبقها أو تنفذها يوميا، وهذا مشكلة حقيقية بالنسبة للمستقبل. نحن الآن أنا في اعتقادي مهما تغير، يعني لو بقي المبعوث الأممي كما هو أو تغير مستقبلا، لن يتغير أي شيء على الأرض مستقبلا طالما لا يوجد هناك أي حزم عسكري بالنسبة من قبل الشرعية، ولا يوجد هناك أيضا أي تحرك سياسي حقيقي بالنسبة للشرعية. لا نرى أي وفود بالنسبة للشرعية يعني تذهب إلى المجتمعات الغربية أو الدول الغربية والدول المؤثرة على الإقليم وعلى يعني السياسة الدولية، ونجدها نائمة في الرياض على مدى. طيب أستاذ إبراهيم، الآن تؤكد أنه لن يحدث أي تغير في الواقع، لكن ماذا عن التغير في تعاطي وأداء ممثلي الأمم المتحدة في الملف اليمني؟ هل سيحدث تغير؟ الأمم المتحدة دائما تتعامل بأهداف الدول، أهداف وأطماع الدول الكبرى، وتتعامل بما هو واقع على الأرض. الواقع في الأرض يقول أن الحوثيون يسيطرون على كل شيء بقوة السلاح، وأن هناك لا يوجد أي مقاومة حقيقية، وإن تمت هناك بعض المقاومة في ما يسمى يعني قريب من ميناء الحديدة وفي الحديدة نفسها، يدركون تماما المجتمع الدولي يدرك أن تلك القوات التي كانت على تخوم محافظة الحديدة وميناءها لم تكن تتبع للشرعية اليمنية، وفي حال دخلت ميناء الحديدة ومدينة الحديدة سترتكب هناك جرائم ضد الإنسانية سيخسرها الشعب اليمني، ولن يسلم ذلك الميناء إلى الحكومة الشرعية وإلى اليمنيين، وإنما سيسلم إلى السعودية وإلى الإمارات وميليشيات طارق عفاش التي تتبع بشكل مباشر النفوذ الإماراتي في اليمن. المجتمع الدولي لا يريد أن يكرر ما حدث في عدن وفي حضرموت وفي شبوة وفي مناطق أخرى عندما ظلل أن كل ذلك سيعود إلى الشرعية وسيتحرر، ومن ثم أعطي إلى ميليشيات تشبه ميليشيات الحوثي بدعم إماراتي السعودي. هنا المشكلة، المجتمع الدولي ليس غبيا ولن يدخل في هذه المهاترات ولن يدخل في هذه المهزلة التي أصبحت الحكومة اليمنية هي الصورة لها. فلذلك مستقبلا يجب أن يعي الشعب اليمني أنه طالما والحكومة الشرعية ليس لها أداء مستقل عن التحالف التي هي جزء منه، وليس لها قرار سيادي وسياسي وعسكري على الأرض، فالمجتمع الدولي لن يتعامل معها بطريقة جدية، وسيظل الحوثيون أقوياء في المناطق التي يسيطرون عليها طالما وهم لا يوجد عليهم لا ضغط دولي ولا سياسي ولا عسكري. أشكرك جزيلا إبراهيم القعطبي الكاتب والمحلل السياسي، كنت من نيويورك معنا. أعود للأستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، هل ستحدث مراجعات فيما تم الاعتراض عليه من قبل الحكومة الشرعية، تحديدا ما حدث في الحديدة وصف بالانسحاب الأحادي، وهل سيحدث أيضا تغير في أداء جريفيث في الملف اليمن؟ لا هذا ولا ذاك، يعني لا يستطيع المبعوث الأممي الذي قال بأن الحوثيين انسحبوا من موانئ الحديدة أن يعود ويقول أنا كنت غلطان وهم لم ينسحبوا من ميناء الحديدة والصليب رسيسة. ربما يأتي هذا الكلام كما أتى من الجنرال الدنماركي رئيس لجنة المراقبين الذي قال بأن الحوثيون لا زالوا يعني في الحديدة لم ينسحبوا انسحاب، يعني هو أتى تعليقه بشكل دبلوماسي لكن أوحى بأنه لم يحدث الانسحاب كما هو مطلوب منهم في ميناء الحديدة. لكن المبعوث الأممي لن يعود عن كلامه ويقول بأنه كنت غلطان، يعني هذا لا. الأشياء الثانية يغير أداؤه من أي ناحية؟ أداؤه هو كما ذكرت لك لن يستطيع أن يتحرك خطوة للأمام كما كان
يعمل في السابق، كان في السابق يوهم الآخرين بأنه يتحرك للأمام، الآن هو يعني أصبح في حالة شلل، عمله في حالة شلل، حتى تحركاته الذي كانت أيضا استعراضية لن يستطيع تكريرها في الوقت الحالي كما ذكرت لك، والآن أشبه بمرحلة. طيب سؤال أخير أستاذ عبد الناصر في دقيقة، سؤال أخير قيل، سؤال أخير في دقيقة، قيل أن استئناف اليوم هذه المهمة لجريفيث وإنهاء القطيعة ربما الهدف منها عدم انسحاب الحكومة من اتفاق ستوكهولم، هل فعلا الحكومة ما زالت لديها القدرة على الانسحاب من هذا الاتفاق؟ الاتفاق هو الاتفاق لم يأتي برغبة الحكومة كما قال إبراهيم القعطبي، الاتفاق ولم يعني أتى الاتفاق فقط تم فرضه على السعودية وعلى الإمارات من قبل أمريكا وبريطانيا والدول الغربية، وبالتالي الهدف منه كان وقف معركة الحديدة. حتى الآن لا زال العالم يتعامل مع معركة الحديدة بأنه يرفض المعركة واستئناف المعركة، والحكومة اليمنية أولا في الأول والأخير هو ليس كلمة ليس في يدها، هي تابعة، وإن قررت هذا القرار ربما تتحمل اللوم، ولهذا فقط أعتقد أنها كانت مجرد تهديدات، لا تستطيع الحكومة اليمنية أن تعلن بأنها أشكرك جزيلا عبد الناصر مودع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان. ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي وضاح الجليل، أهلا بك أستاذ وضاح. اهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين، مساء الخير. استاذ وضاح، مكمن الخلل في الخلاف ما بين الشرعيه والامم المتحده، هل في الاجنده الدوليه ام عدم فهم الشرعيه لطبيعه الدور الاممي ام امور اخرى ربما؟ المشكله اصبحت عميقه وتعمقت وتشعبت خلال السنوات الماضيه، كان هناك من الواضح انه كان هناك اشكاليه تتعاظم كل يوم منذ ما قام به المبعوث الاممي الاسبق جمال بن عمر عندما ذهب إلى صعدة وبدأ بصياغة اتفاق السلم والشراكة الذي مهد فيه لسيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة وعلى الكثير من المؤسسات. بعد ذلك عندما بدأت عاصفة الحزم والتدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن ومن ثم صدور قرار 2216 مجيء المبعوث آخر هو إسماعيل ولد الشيخ، كان واضحا أن هذا المبعوث الجديد أقل كفاءة من جمال بن عمر، أولا من حيث التعاطي مع الأزمة وإن كان أقل تواطؤا من جمال بن عمر، لكنه كان أقل كفاءة في التعاطي مع الأزمة، وكان يرضخ بشكل كبير لإملاءات من خارج الأمم المتحدة ويحاول تسيير الأمور باتجاه حلحلة الأزمة أو عفوا تحويل الأزمة من أزمة سياسية إلى أزمة إنسانية، وهو الإرث الذي تم تسليمه بعد ذلك للمبعوث الجديد الأخير مارتن جريفيث، والذي يبدو أنه يحظى بدعم دولي أكثر من سابقيه، ويبدو أنه أيضا لديه الكثير من ما يمكن نسميه لديه تفويض للتعاطي مع الأزمة اليمنية بشكل أكثر استقلالية، بحيث أنه حاليا يدير الملف اليمني غالبا بدون حتى العودة إلى مرؤوسيه أو بالعودة إلى من ابتعثه هو، بالعودة إلى القوى الدولية المسيطرة على الأمم المتحدة، بمعنى أن لديه تفويض للتعاطي مع الأزمة ومن ثم رفع تقارير لهم وللتعاطي مع ما يقرره هو أو ما يراه مناسبا، وليس فقط رفع تقارير ليقررهم بشأنها. مارتن جريفيث يبدو أنه ينفذ
ما يمكن أن نسميه مخططا دوليا للذهاب بالأزمة اليمنية إلى تشعبات أكثر وتفاصيل أكثر. حاليا نحن نشاهد أن أو نرى أن الأزمة اليمنية تحولت إلى مجموعة من القضايا الصغيرة المفتتة، وحاليا كل طيب أستاذ وضح وأن تحاول قراءة أستاذ وضح وأن تحاول قراءة مستقبل العلاقة ما بين الحكومة الشرعية وجريفيث، هل تتوقع أن يشهد أداء جريفيث تغير في التعاطي مع الحكومة الشرعية؟ ربما يحدث بعض التغير بحكم ما قد حدث من أزمة ورسائل متبادلة ما بين الرئيس عبد ربه هادي والأمين العام للأمم المتحدة، بالتأكيد سيحصل تبدل، لكن ما مدى عمق هذا التبدل وما مدى فاعليته وتأثيره؟ أعتقد أن التبدل سيكون فقط في نوعية العبارات المستخدمة ونوعية الخطاب وبعض التفاصيل، لكن الخطوط العامة والعريضة ستبقى هي هي. كما كنت أود أن أقول لك أن جريفيث يسعى إلى تفتيت الأزمة اليمنية وتحويلها إلى مجموعة قضايا صغيرة، مثل حاليا التعاطي مع اتفاق ستوكهولم فيما يخص الحديدة وما نها فقط، معنى أن الأزمة اليمنية لن تختصر في الحديدة، ومن ثم سيتم تجزئة قضية الحديدة إلى قضايا أصغر فأصغر، بمعنى أنه لن يحدث تغير. طيب. إذا ما سارت الأمور وفق قراءتك وأنه لم يحصل تبدل في الخطوط والعناوين العريضة، هل ما الذي نتوقعه من الحكومة الشرعية؟ ما الموقف الذي يمكن أن تتخذه الحكومة، خصوصا وأنها وصفت ما حصل الآن من استئناف لمهمة جريفيث بالفرصة الأخيرة؟ حتى وصف هذا الأمر بأنه الفرصة الأخيرة وبأنه سيتم منح جريفيث فرصة أخيرة يبدو أمرا أيضا في غاية الصعوبة، لأن الحكومة ليست يبدو لأنها ليست قادرة على التعاطي بشكل أكثر جدية وأكثر حزم مع ممارسة جريفيث. الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية ضعف موقفها بشكل كبير لصالح موقع قوى أخرى وأيضا لصالح الميليشيات الحوثية، ليس لأن الميليشيا الحوثية أقوى سياسيا، لكن لأنه تم سحب الحكومة اليمنية أو جرها إلى مربعات لم يكن لها أو لم يكن ينبغي لها أن تصل إلى أو تدخل في هذه المربعات، مثل اتفاق ستوكهولم الذي كان واضحا أنه ما يشبه الفخ للحكومة اليمنية. لاحظنا أنه خلال 12 أو 13 يوما من عمر المباحثات والمشاورات في ستوكهولم لم يحدث أي تقدم أو أي إنجاز، وفجأة وخلال الساعة الأخيرة من المشاورات يتم إعلان الاتفاق، بمعنى أن هذا الاتفاق تم فرضه والحكومة كانت مجبرة على القبول به والتعاطي معه، وكان واضحا أنه لا ينبي طموحات الحكومة ولا يمكنها من حقها الشرعي في استعادة موانئ الحديدة، وأنه تم إفقادها نقطة قوتها في على الأرض وهي نقطة التفوق العسكري على الأرض، وسلبها هذه النقطة وتحويل الأمور الميدانية إلى تدخل دولي بشكل غير مباشر، ومن ثم فرض أمر واقع على الحكومة. حاليا الحكومة في موقف صعب ومعقد جدا، لا يمكنها أن تستفيد إلا من تنصل الحوثيين من هذا الاتفاق وعدم تنفيذهم له. يمكن من هنا أن يكون لدى الحكومة هذا المدخل أو هذا المخرج من مأزق، أن الحوثيين يتنصلون أو يرفضون تنفيذ الاتفاق فتعاود العمل العسكري بشكل أو بآخر. لديها خيارات في هذا الجانب، وإن كانت خيارات محدودة لكنها تستطيع أن تفعل الجانب العسكري على الميدان بأي شكل أو بأي طريقة يمكن أن يتكرها خيال قائد عسكري مثلا أو خيار مثلا لمقاومة شعبية غير مرتبطة بالجيش الوطني وبالدبلوماسية والسياسة اليمنية. هذه أمور يمكن أن تحدث حراكا ما أو تحدث فرقا لصالح
الحكومة وتغير من طبيعة التفاوض. لكن ما مدى جدية الحكومة وما مدى جدية الأطراف الداعمة للحكومة في دعم مثل هكذا تحركات والعمل بجدية، إضافة إلى أن الكثير من الملفات والقضايا الأخرى المتعلقة بالأزمة اليمنية والتي لا ينبغي تجزئها لازم أن تكون حاضرة وأن تكون أيضا فاعلة في كافة المفاوضات في التعاطي أيضا مع الأمم المتحدة مثلا. أشكرك جزيلا وضاح الجليل كاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك وأعتذر على المقاطعة. انتهى وقت هذه الحلقة من زاوية الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم مهرب المفتي.